افتتح البرلمان البريطاني اليوم أعمال الدورة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل نحو أسبوعين وأسفرت عن خسارة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الأغلبية المطلقة في البرلمان. ومن المقرر أن تلقي الملكة إليزابيث الثانية خطابا تتلو فيه البرنامج التشريعي للحكومة، وبحسب وسائل إعلام بريطانية تتضمن كلمة الملكة إليزابيث 8 بنود حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.